السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه يا إبراهيم؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل قفل للاسورة دي. ممكن تشوفوا انه صعب وتفاصيله كتير، بس لو مشيت معايا خطوة خطوة بإذن الله هتعمله وانت مغمض عينيك. الجزء الخاص بالمفصلة هنعمل دايرة قطرها واحد، نعمل بعد كده اوفست واحد ونص، ودايرة كمان واحد ونص بكده. هنوصل للدايرة التانية ان الفراغ هنا زي الفراغ هنا. ناخد الدايرتين اللي جوه، نعمل لونج سترو، والدايرتين اللي بره نعمل لونج سترو بره. تمام، احنا هننحت في الاسطوانتين دول، هنعمل اكستراكت للشنك بتاع البريسلت. هقفل بس الباقي عشان تعرفوا تشوفوا. عشان الاكستند يطلع مظبوط هحتاج اعمل انترب، بعدين اعمل اكستند. فابنيون سبيلت كده، احنا نحتنا الشكل من بره، نعمله من جوه. هناخد الدايرة اللي عملنا بيها الاي دي بتاع البريسلت بتاعنا، نعمل اكسترود سوليد نو، ونعمل بوليان تاني كده. احنا نحتنا الشكل من بره. هنيجي دلوقتي نقسم مساحة الاسطوانة اللي في النص دي لتلاتة. من هنا اختار اتنين كده، الاسطوانة بتاعتي اتقسمت على تلات مساحات. هنيجي من هنا نعمل سيرفس صغير، استخدمه كقاطع بس. هعمل اوفست بوث سايد، نكتب الرقم اللي ظهر ونقسمه على اتنين، ونعمل بولين. وكده ده الجزء اللي تحت من المفصلة، وده الجزء اللي فوق. طيب دلوقتي البريسلت الشنك بتاعها مغطي الفتحة، نيجي هنا نعمل اكستراكت الاسطوانة اللي من فوق دي، انتريب، ونعملها اوفست لجوه حاجة صغيرة بس بوينت تو، عشان يبقى فيه انترسكشن بين الشنك وبين اللوك بتاعي. بنعمل بولين، نشيل الجزء ده. تادا، كده جزء مفصلة خلص. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ حاجة صغيرة بس كنوع من الإتقان، يعني زي ما انتوا شايفين القطع بالظبط. في الحقيقة ما بيبقاش القطع بالظبط قوي كده، فاحنا هسه هننعمه شوية. هعمل فيلت، بس كده. من كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالمفصل. طيب في حالة ان البريسلت تكون كبيرة تخينة شوية مش زي دي رفيعة، دي بريسلت كنت انا عاملاها قبل كده زي ما انتوا شايفين قدامكم، نفس التكنيك بالظبط زي ما انتوا شايفين، نفس الطريقة عملتها بالظبط في البريسلت الكبيرة. هي الفكرة كلها قايمة على فكرة النحت، ان انا اعمل اكستراكت للشنك واقطع منه الاسطوانة بتاعتي علشان تبقى بالظبط، ونشيل الزيادات. تمام، الجزء الخاص باللوك. اول حاجة هنعملها زي ما احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت، هنعمل اكستراكت للشنك.
وانترم عشان نعرف نعمله اكستند بسهولة. بعدين اكستند، هاجي من هنا هعمل لوفت، هقفل الشنك بتاعي. بعدين من الفرونت هنرسم لاين مستقيم، واللاين التاني بعدين هنعمل تريم الجزء اللي فوق. الجزء اللي تحت هننزل بس اوفست واحد، نعمل سبلت، نشيل زيادة. ده كده الجزء اللي هيبقى فيه اللوك بتاعي. هناخد الجزء اللي فوق ونعمل له اوفست سيرفيس 0.7 بالمنظر ده. ممكن عشان الحتة اللي طالعة فوق دي نيجي من هنا وننزلهم شوية. ودي ممكن نصغرها سكيل فون دي شوية. وهناخد الدايرة اللي عملنا بيها الاي دي بتاعنا وهنعمل اوفست 0.7، هنعمل اوفست للنقط اللي انا عملت بيها اللوك بتاعي، نعمل لها تريم. هخلي الخطوط كلها على مستوى واحد عشان اعرف اعمل لها جوين. من هنا بروجكت سي بلان، بعدين واير كات، بالمنظر ده. اخر حاجة في الجزء اللي فوق ونكون خلصناه، عامل الفتحة بتاعت القفل. نعمل اوفست 2 ونعمل تريم. هنعمل واير كات تاني بس المرة دي هنغير الاتجاه، هدي اكس. بس كده هنيجي للجزء اللي تحت، هنقفله، هنعمل باتش بالمنظر ده. ومن تحت هنفتح فيه بس فتحة صغيرة، هنعمل offset 0.7 trim. دين واير كات والوضع زي. هنقطع بقى في الشنك عشان نرجعه مكانه 0.2 بس عشان بس يبقى فيه انترسكشن. الواير كات عشان يشتغل معايا لازم اللاينين بتوعي يتأكد ان هما ماسكين في بعض. نختار الوضع هو. ونرجعه مكان. فاضل حاجة صغيرة قوي، نيجي من هنا نعمل لاين صغير بعدين نعمل كورة صغيرة. نيجي من تحت هنعمل دايرة
بعد كده نعمل لها قصة ونعمل لفت، واللاين الصغير اللي فوق ده هنعمل له باي. هنعمل لها اوفست ونحطهم في وسط اللوك بتاعي. اهم حاجة ان هما الاتنين يبقوا تحت بعض بالظبط بالمنظر ده. هنعمل بس البايب والدايرة بتاعتي بوليون يونيون عشان يبقى بولي سيرفس، ما دلتوش بالغلط وانا بشيل السرافس الزيادة في الفايل بتاعي. التالت والاخير في البريسلت دي هنعمل فيديو انيميشن بيوضح حركة المفصلة. اول حاجة محتاجين نتأكد ان الجزء اللي تحت في لاير مختلفة مش مجرد لون جوه اللاير. فهعمل change layer ممكن من هنا على طول، زي ما انتوا شايفين صفيت اللاير اختفت. هندخل على كيشوت فايل امبورت ودي، شيل علامة الصح من هنا علشان لما اخليهم الاتنين ماتيريال ذهب ما يعملش الاتنين على انهم لاير واحد. تمام، نحط بقى الماتيريال من هنا ميتال صار جولد مثلا زي ما اتفقنا، نشد ونسيب. هنيجي للستون بالمنظر ده، بعدين الانفايرومنت خلي الخلفية بيضة، هنزود البرايتنس شوية. من هنا انا بزود الاضاءة بتاعة الشكل نفسه، اما من ال HDR انا بنور البيئة المحيطة نفسها. هنعمل بلور علشان تفاصيل الانفايرومنت ما تبقاش واضحة قوي، نقلل البرايتنس شوية، نعلي الكونتراست. هنيجي هنا نختار الكاميرا، نختار الوضع اللي هنشتغل عليه. زي ما انتوا شايفين البريسلت في الوضع الفرونت كانت من هنا مظلمة قوي، فهعمل روتيشن هنيجي من هنا. هي دي اللاير بتاعت الجزء اللي تحت، نعمل دي سيلكت كليك يمين ونختار انيميشن، بعدين روتيشن. زي ما انتوا شايفين هي بيلف حوالينا، انا مش عايزاه يلف بالمنظر ده. هيجي من هنا على بروبرتيز، لو خدت مثلا الوضع واي، عارفين هو ليه بيعمل كده؟ لان انا محددتلوش نقطة الارتكاز اللي يلف على اساسها. هيجي من هنا اختار الجزء اللي انا عايزاه يلف حواليه. تمام، بس انا مش عايزاها تطلع قوي كده، فهقلل الزاوية شوية 60 مثلا. شوف كده شكت كده كويس، بس ممكن نقللها شوية، البريسلت مش محتاجين نفتحها كل الفتحة دي، خليها 45 بالمنظر ده. طب كده بتقفل كده بتفتح. لو عايزاها ترجع تاني بعد الفتح هعمل ميرور كده، هنلاقي البريسلت بتاعتي بتفتح وبعدين بتقفل. شفتوا بسيطة ازاي؟ من هنا طبعا ممكن اغير المدة بتاعتي، عايزاها اقل عايزاها تزيد، ممكن اغير الرقم او اشد على طول. من هنا بكبر وبصغر التايم لاين بتاعي واحدد المساحة اللي انا عايزاها. هنسيب بس وضع الكاميرا بتاعتي عشان هي عماله تقرب وتبعد. في حاجه بقى مش عارفه راح استوى ولا لا، في خط اسود صغير كده، نيجي في الانفايرمنت من تحت
من setting ground نشيل ground shadow في الخط الأسود اختفى. طيب عايزين هتلف نشوف شكلها. طيب ممكن نعمل ايه؟ هنيجي من هنا نختار animation wizard، شوف الوضعية اللي تعجبني، نختار rotation، بحدد له الشكل اللي عايزه يتحرك، بختار البريسلت بتاعتي، بعد كده دوران بتاعي عايزاه بكام درجة. هو هنا ظبطولي 90، تمام 90 كويس. نيجي هنا ممكن نعمل روتيشن تاني، خليها تلف حوالين نفسها، نختار ده مثلا نفس الحكاية، المدة لو عايز اقللها، البريسلت بتاعتي هتفتح وتقفل وتنزل وتلف حوالين نفسها. الخطوط الخضراء دي بتعبر عن الحركة بتاعتي، فلو دوست دبل كليك على اي واحد منهم هجيب له البروبرتيز بتاع الحركة دي. ممكن اغير في المدة، ممكن ازود فيها، ممكن اغير في الاتجاه بتاعي. وهنعمل ميرور علشان تلف لفة ترجع تلف لفة. بس كده كده نكون خلصنا السيتنج بتاعت الفيديو بتاعي. هنيجي من هنا نختار ريندر انيميشن، نختار المساحة بتاعتي، هنختار الريزوليوشن اللي انا عايزاه، بعدين سميها ونختار MP4 لانه بيشتغل على اي برنامج تاني. وهنيجي بالاوبشن ونختار يوز ريل تايم علشان يبقى الريندر عندي اسرع. هو ممكن الريزوليوشن يبقى اقل شوية بس هيبقى اسرع من ان هو يبقى ريندر عادي. زي ما انتم شايفين انا هرندر 242 فريم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. متنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.